حكيت بلقمة شوي أخي. ما شاء الله أنت الملاك، كنت عشوي متت، ليش ما قوصت عليه؟ ليش لقوص أخي؟ الزلمة كان كتير صحيان، لا حمل قصة الشاحنة ولا البودرة، ونحن ما كنا بدنا نروح مشان نقاتل. نحن رحنا لعنده لنحاكيه مو لنأذيه. أخي أنت تزوج بسرعة وترك هالشغل، خلصنا وروح استقر بقى. إيه ليش لا أخي بستقر؟ هلأ بكفيك قلب أصلان؟ بكفي، بنوب عن سلالتك كلها. لا تضحك ولاك، لا تضحك. فكر حالك إذا خدت حجرين صار فيك تربح اللعبة ضدي يا يلمز. مين اللي ربحان؟ مو كتير مهم مين اللي ربح بالطاولة يا أوزار، الأهم منها إنك تنزع مراء الشخص اللي عم يلعب معك. أكيد أنا اللي عم أربح، بس طبعاً مثل العادة عم يحاول يعكرني لأنه مو قدران يغلبني. إذا طلعت قدران عكر لك مراءك كيف رح تقدر تربح؟ جاوبني. يلمز حكيه مزبوط، هي أنا من يوم ما نزعلي مرائي مقطيع ما أخسر. لا قصتك غير ترتيب، أوزر بيك حابب يكفر عن ذنوبه. هات لنشوف يا أوزر، احكي لي شو آخر ذنب مساويه. أنا ماني عم كفر عن ذنوبي، بس كنت حابب ألفت نظرك إنه بلشنا نخسر صداقتنا. وبرأي حضرتك أنا المسؤول؟ وقت يلي بتصدقني وبتعرف إني بثق فيك بتروح بتمشي ورا هداك الريس، هالشي مو عيب يا أوزر؟ شو بدك يعني أعمل؟ يعني إذا ما بنفذ أوامرك وبس بكون أذنبت؟ مثلاً شو مشان أقتل الرئيس خضر وهيك بخلصك منه؟ مو هذا الموضوع اللي بدك ها؟ لو بتساويها كنت برد على حكيك. بعد هلأ ما عاد عمل شي، بس فيك تحكي كرامة لأيامنا. يلمز بيعرف إلياس مانو شخص بيرفع إيده على الطاولة بلا تأثير. خضر خلى أخوي يقعد محله لأحمد، وأنا ما اعترضت، وحتى أنت على شوي كنت رح تصوت معهم كلهم على موتي. بالنسبة إلي مو مشكلة، لأني ما بفكر بأنانية مثل ما بتفكروا أنتو، بس من الضروري إلياس يطلع برا وفكرة تيجي بداله، ولازم هالتجارة تستمر وما تنقطع. أما أنت ورفيقك خضر شو اللي عم تساووا؟ ما عم تساووا شي. سيد أونال، كل شي حكيت لي إياه هلأ كتير منطقي، بس للأسف ما أنه مقنع، ولأني بعرفك فأكيد عندك غاية تانية من ورا كل اللي عم يصير. ما في هيك شي منوب. لكان ليش ما طلبت من أوزكان يجي لعندك؟ إذا رح تشك بكل شخص بلعب معه بهي الطاولة فيك تشك بيلمز. أنا ما بشك بيلمز. شكراً إلك. يلمز هاي مانا مجاملة. بس أنا عندي شكوك فيك يا أوزر، ومانا مجاملة كمان.